رعد عبد الرحمن عبود، فنان تشكيلي نحات ومصمم وخطاط، وهذا المعرض الجميل جدا للكتاب في بغداد الحبيبة أثبت أنه الشعب العراقي شعب ذواق ومقتني لأنواع الكتب. ومشاركتي هنا جاءت عن طريق المدى أساسا بدعوة جميلة، وحيز هذا الحيز أوجدته لي مؤسسة المدى، فهناك تفاعل جيد جدا من الجمهور ومن الزوار، ولوحاتي لفتت النظر، وخاصة هذه لوحة هنا كانت نشرت في صفحات التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك وما شابه ذلك.